بسم الله، لو انا عايز احسب الفوليوم لاي شكل، وليكن مثلا عندي الريكتانجل بالشكل دوت، عايز ابدا احسب له الفوليوم. فانا باجي من هوم، اروح لتالتز ميجرز، واقول انا عايز احسب الفوليوم، وابدا احدد النقط بتاعتي. كده انا حددت المساحه، ناقص اديله الارتفاع، فبدوس انتر. بيسالني بقى الارتفاع بتاعك كام، هقول له مثلا 400، فهو اوتوماتيك هيحسب لي الفوليوم قد ايه بالشكل ده. تمام. لو انا عايز الاريا، هقول له انا عايز الاريا، وابدا اديله الاريا، ولما ادوس انتر مش هيسالني على الارتفاع. هيجيب لي الاريا على طول. تمام. وهنا هتلاقي عندك الفوليوم والاريا موجودين.